السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتطرق في هذه الحلقة إلى فوائد أوراق التين. بداية، تكافح أوراق التين مرض السكري، وثانيا تساعد أوراق التين على علاج سرطان الجلد، وأيضا تساعد أوراق التين على مكافحة التجاعيد، وأيضا تساعد أوراق التين على تحسين البشرة، فهي تحتوي على مضاد قوي للأكسدة، وأيضا تساعد أوراق التين على مكافحة السرطان، فهي تقضي على الخلايا السرطانية، وأيضا تعمل على علاج بعض الأمراض. فمثلا تم علاج 40 حالة مرضية تعاني مشاكل في الجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز التنفسي أيضا، وأيضا تحارب أوراق التين الجراثيم والفطريات، وتعتبر أوراق التين مصدر كبير للألياف. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.